الحق. ايه ده؟ ده قصر فرعوني دوت ولا عريس في ليله الصباحيه؟ وايه اللي انتوا منيلينه ده؟ ماسكين لي مقشات وانتوا جنب حاكم الدوله؟ انت مين؟ قالوا لي انك عاوزني. وانا هحتاجك في ايه؟ قول لي انت مين؟ قول لي انت الاول، مين البهوات؟ دول رجالتي، كبير الحرس وكبير الصحراء. كبير الحرس وكبير الصحراء وصولجان وهيلمان، وجيت لحد هنا وبيني وبينك مت؟ ما تعرفش انا جاي ليه؟ ولا جاي منين؟ ولا عايز ايه؟ ده انا رحت المتحف المصري هتقلب 50 مرة قبل ما اقف قدام تمثال. يا راجل مش مكسوف على نفسك؟ لا طبعا ما تكسفش، انا فرعون. عمرك سمعت عن فرعون بيتكسف؟ معاك حق، ما بيتكسفش لكن بيستهلك. من الاخر انا حلال العقد، خدت اول رحله من آلة الزمن وجيت لك عشان احللك عقدك، لان عارف ان عندك مشاكل وعندك عقد. انت جيت في وقتك، انا فعلا عندي مشكله. ومين فينا ما عندوش مشاكل؟ بس لا، انا عايزك تجمد المال قرية جلالتك، شد حيلك. لا حقيقي انا عندي مشكله. كبير الكهنة ماله؟ يعمل اجتماعات مريبة في معبد أمون. ما تقفل له معبد أمون. هيعمل اجتماعات في معبد أتون. ايه في المعبد أتون؟ هيروح معبد راح. هو الراجل ده تخصص معابد ولا؟ أيوة. احبس كبير الكهنة، الشعب يغضب، اطلق عليهم عسكرك. بس دي تبقى دم. هتفرق معاكو؟ اللي قبلك لوشو. ايه يا جدع انت جاحد كده ليه؟ الله، انت ايه ما عندكش عزيز؟ ما هو لو كان عزيز ما كانش اترسم بوش معيز. وانت يا جلالتك ما ينفعش يبقى ليك عزيز، ده انت فرعون، ده انت. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، انت هتكفر ولا ايه؟ ما هو ما ينفعش يعني ان الواحد ينفرد برأيه ويحبس كل معارضينه. لا 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 لا، ده كان زمان على ايامكم، دلوقتي الوضع اتغير. امال انا دافع العين وصابيها ليه؟ وجايب اول رحله في آلة الزمن وجاي عشان الحقك. خلي بالك انت لازم ما حدش يقدر عليك، ولازم محدش يتنفس وانت موجود. ياه ليه كده؟ معرفش، احنا حافظين امها كده. قال لي يا فرعون ايش فرعانك؟ قال ما لقيتش حد يلمني. وانت يا فرعون اوعى حد يلمك. كلام عجبني، بس ما حدش عمل كده قبل كده. خدها مني حكمه. حكمه اليوم، لكل شيء مره اولى، فخليك مره اولى في كل شيء. اشتري مني، ده انا جالك مستقبل. بقول لك اللي هيعملوا كده ورا منك كتير كتير.